تعبتي وجربتي كريمات، روحتي للدكاترة، لفيتي لفة كبيرة قوي، ضيعتي فلوس كتير، عملتي تحاليل، كل الحاجات دي بقت معاكي بالفشل، مفيش فايدة. برضو الهالات السوداء ماسكة في عينيكي كده عاملة زي الباندا، ما تقلقيش تماما. النهاردة جايبالك احلى واجمل سيرم ممكن تستعمليه لمحيط العين، هيخلصك من الانتفاخات، هيخلصك كمان من الهالات السوداء كأنها مش موجودة تماما، بالاضافة ان هو بيفتح وينور البشرة، لان طبعا كلنا عارفين ان العين هي عبارة عن برواز للوجه، طول ما في هالات، طول ما تحس ان دايما ان انت مرهقة تعبانة متوترة. فالنهاردة السيرم بتاعنا من الحاجات التحفة، ليه؟ لانه بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من حمض الهيالورونيك اللي بيرطب البشرة، خصوصا البشرة الحساسة، فبيساعد بشكل كبير في تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة. عندي كمان الريتينول، وده بيقلل من الخطوط الدقيقة وبيمنع التجاعيد في منطقة حوالين العين. عندي النياسيناميد، وده دوره أساسي كبير جدا في تقليل حجم المسام، وغيرها وغيرها من المواد الطبيعية اللي هكلمك عنها النهاردة. بس أهم شيء أنا شايفاه بالنسبة لي هو طريقة الاستخدام. لو استخدمتيه بطريقة صح هتشوفي منه نتائج تحفة في وقت قليل جدا، في خلال أسبوع واحد فقط. تعالوا نتعرف اكتر عليه. ولكن لو لسه ما عملتيش لايك فانتي بخيله، هتبخلي عليا ازاي بقى؟ بقى حطي من فضلك لايك كده وشجعيني، عايزين نفجر اللايكات، اثبتوا لي حبكم كده بالصلاه على سيدنا محمد ذكر الله في الكومنتات، واشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. السيرم اللي انا بكلمكم عنه وكمان موجود فيه نسبه عاليه جدا من الكافيين، وطبعا الكافيين معروف قد ايه ان هو من اقوى واهم الحاجات اللي بتقلل وبتمنع الانتفاخ حوالين العين عن طريق تقليص الاوعية الدموية الصغيرة في المنطقة. بيتميز سيرم اي ريبورت من كيو ار اكس من اهم الحاجات اللي بيتميز بيها ان هو سهل الامتصاص، سريع الامتصاص، بيخترق جدا الجلد بشكل سريع، اثبت فعاليته لانه بيحسن من الدورة الدموية حوالين العين، فبالتالي بيقلل من ظهور التجاعيد وبيخلي البشرة دايما شكلها صحي، بالاضافة ان هو بيحسن وبيجدد البشرة مهما كان البشرة متضررة او تعبانة او مرهقة. لوجود زيت الورد والريتينول والنياسيناميد وحمض الفول، كل دي حاجات فعالة لحل جميع مشاكل العين. طريقة استخدامه سهلة وبسيطة جدا، بيتحط النقطة منه صغيرة جدا حوالين منطقة حوالين العين مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء، عشان تحصلي منه على افضل النتائج. وحاولي دايما ان انت تهتمي برضو بالماسكات الطبيعية، زي ان انت تعملي ماسك الشاي الاخضر، ده من الحاجات المفيدة جدا بجانب هذا السيروم. كل الحاجات دي في خلال اسبوع واحد فقط هتلاحظي تحسن كبير جدا، ولكن الاهم ان انت تكوني عارفة ايه سبب نوع الهالات، لان في احيانا سبب بيكون وراثي وده بيكون بياخد وقت معانا شوية في العلاج.